جميعا إن شاء الله تكونوا بألف خير. رح أقدم اليوم وصفة الشيش طاووق بالكاري. إذا لسه ما اشتركتوا بالقناة لو سمحتوا اكبسوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس لتوصلكم الفيديوهات أول بأول. هنبلش أول شي بالتتبيلة. بالخلاط منضيف بصلة عدد واحد، قرن فلفل أخضر، لبن رائب، معلقة طعام دبس رمان، دبس الرمان بيعطي طراوة للشيش، معلقة طعام صويا صوص الصويا كمان بيعطي طراوة للشيش ونكهة طيبة، ربع كوب خل، خل أبيض أو خل تفاح المتوفر عندكم، معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة كاري، نص معلقة صغيرة كركم، الكركم اختياري، وسنتم نضيفهم كلهم، هدول العيارات لكيلو من الدجاج، بندوراي متوسطة الحجم، معلقة صغيرة بهارات المشاوي، نخلطهم كلهم مع بعض، تتبيلة جاهزة رح نضيفها على كيلو من صدورة الدجاج اللي مقطعينها مكعبات، هلأ رح نغطيهم ونتركهم على الأقل بالبراد ساعتين، أقل شي ساعتين بدهم نقع بهاي التتبيلة. هلأ كل ما تركناهم وقت أطول بالتتبيلة كل ما كان الدجاج أطرى وطلع أنجح، بس إنه بيحتاج ساعتين ضروري. هلأ بعد ما صار عنا الدجاج منقوع وجاهز رح نجيب صينية فرن ندهنها بزيت، زيت نباتي، ونبلش نشك الدجاج. ممكن نشك بيناتهم خضار، هاي اختياري، أنا حطيت هون فلفل ملونة مع بصل، شكيتهم بعيدان، العيدان نقعتهم بمي دافية مشان لما نحطهم بالفرن ما يحترقوا، نقع مدة 5 دقايق بس مو أكتر. هلا بنبلش نشكهم وبنحطهم بالصينية بنصفهم. بالنسبة لطريقة الشوي اختياري، في ناس بتحب تشوي على الفحم، في ناس بتحب تشوي على الغاز، في ناس بتحب تشوي بالفرن. بالنسبة للشوي على الغاز انا بفضل انه ما يكون في عيدان، لانه الصراحة بالعيدان بيكونوا مرصوصين على بعض، على الغاز رح ينلدعوا من برا وما يستووا مزبوط من جوا. هلا انا رح احطهم على الغاز بس رح اعمل لهم صدمة بس من برا لحتى يحافظوا على السوائل الموجودة داخلهم لما بحطهم بالفرن. هلأ بعد ما ياخدوا لون شوي من برا رح نغطيهم ونحطهم بالفرن مع التقليب المستمر لهم لحتى ما يحترق معنا، لحد ما يستوي الدجاج كويس، ممكن ياخد معنا من ربع ساعة لعشرين دقيقة. هلأ رح نعمل الخبز اللي بدنا نحط عليه شيش، هذا اختياري طبعا، نضيف دبس فلفلة حادة ودبس بندورة ورشة سماق ومعلقة زيت زيتون، وبندهن فيه الخبز.
بعد ما ندهنه فينا نحمصه على الغاز أو فينا نحمصه بالفرن. راح نضيف عليه كمان بقدونس مفروم مع بصل مقطعة ورشة سماق، بنفركهم بإيدنا وبنضيفه على رغيف الخبز. الأكل أذواق أكيد، وكل واحد هو الملك بمطبخه. بتقدروا تضيفوا المواد اللي أنتوا بتحبوها، تقيموا المادة اللي أنتوا ما بتحبوها ما تضيفوها، على راحتكم يعني على ذوقكم. هلا عنا الشيش هيك جاهز، في ناس بتحب تدخنه بعد ما يطلع من الفرن، أنا هون ما دخنته، اعتمدت بس على نكهة البهار الموجودة فيه. نكهة التتبيلة من أروع ما يكون، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وإن شاء الله أكون قدمت لكم المفيد. لا تنسوا تعملوا اشتراك للقناة، نلتقى بالوصفة الجاية. سلام.